قالت روسيا إن صواريخها من طراز كاليبر دمرت مستودعا للذخيرة يحتوي على صواريخ هامرس الأمريكية في منطقة أوداسا جنوب شرق أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر المنطلقة من البحر دمرت مستودعا كان يضم أيضا أنظمة غربية مضادة للطائرات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوتها دمرت 2 من مدافع هاوتزر M37 في مواقع قتالية في منطقة خيرسون ومستودعا للوقود في منطقة زابوريجيا. وقالت إنه كان يحتوي على أكثر من 100 طن من وقود الديزل. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بدء إنتاج صواريخ تيسيركون فرتل الصوتية. وأوضح شويغو أن الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ تيسيركون بكميات ضخمة، حيث وقعت في منتدى الجيش 2022 عقودا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا، مضيفا أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا إنتاج صواريخ كنجل. حتى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين على تواخي الحذر هذا الأسبوع مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم. وحذر زيلينسكي في كلمة مصورة من هجوم روسي مع استعداد أوكرانيا للاحتفال بعيد الاستقلال، وقال إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفيتي. تزايدت حدة وتيرة الأزمة الأوكرانية مع اقتراب احتفال كييف بعيد الاستقلال عن الحكم السوفيتي والذي يوافق 24 من أغسطس من كل عام، وسط العديد من التحذيرات الأوكرانية من ارتفاع الهجمات العسكرية الروسية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه رسائل تحذيرية مطالبا الأوكرانيين بعدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم مع الاحتفال بذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال، وأشار إلى أن القوات الروسية قد تسيء استغلال يوم استقلال بلاده بشكل خاص من أجل شن هجمات عليهم. أما في موسكو فما زالت التحذيرات تحوم حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية وما زالت تتعرض للقصف، وأعربت موسكو عن قلقها من أن تلك الضربات قد تتسبب في كارثة غير مسبوقة في واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا. وتتواصل المعارك الشرسة شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تحاول روسيا إحكام السيطرة، ونجحت القوات الأوكرانية في التصدي لهجمات روسية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت ضربة عسكرية بالقرب من محطة في جنوب أوكرانيا وقصفا جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما أثار مخاوف جديدة من وقوع حادث نووي خلال الحرب. ذكرت سلطات مقاطعة زابوريجيا المعينة من قبل موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمت السلاح الكيماوي بدعم من جانب الاستخبارات الغربية. وأضافت سلطات زابوريجيا أن كييف طلبت في فبراير الماضي من حلف شمال الأطلنطي الناتو شحنة كبيرة من سترات الحماية البيولوجية، إضافة إلى سيارات الاستطلاع الكيماوي والإشعاعي. غادرت 4 سفن محملة بالمواد الغذائية موانئ أوداسا الأوكرانية. وبذلك يرتفع عدد السفن التي غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية لتصدير محاصيل الحبوب إلى 31 سفينة. كانت أوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعتا اتفاقية في 22 من يوليو الماضي لإطلاق مبادرة النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشيرنوموريسك وبيفيدني.